مليار روبوت بشري سيعيشون معنا بعد 20 سنة. جيش آلي لكنه بلا سلاح سيغزو العالم. فما حقيقته وقصته؟ هذا أحدث ما تنبأ به الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ما أكد توقعات ديفيد هولس مؤسس مختبر البحث في الذكاء الاصطناعي ميدجورني. التوقعات تقول إن الروبوتات ستشكل 10% من سكان الأرض في وقت قريب. إيلون ماسك يأمل أن تكون جميع الروبوتات من تصنيع شركته تسلا، بشرط أن تكون أسس الحضارة مستقرة على حد تعبيره. فشركة تسلا طرحت عام 2021 روبوت آلي يشبه البشر يحمل اسم أوبتيموس، ومن المتوقع أن يكون جاهزا خلال 5 أو 10 سنوات، وستكلف كل نسخة نحو 20,000 دولار. الروبوت لم يكتسح عالم الاقتصاد فحسب، بل اخترق كل الميادين حتى التجميل ومهنة عاملات المنازل والطب وغيرها. فالروبوت سيخفي مهنا على وجه الأرض ليحل مكانها. اليوم يقدر عدد سكان العالم ب8 مليارات، سيضاف إليهم مليار روبوت. فالعالم أمام ثورة مذهلة ستغير وجهه وتعيد ترتيب قوانينه. لم تعد رؤية الروبوتات اختراعا يثير دهشة الناظرين بعد انتشارها بشكل كبير في كل مجالات الحياة، إلا أن الجديد الذي قد يكون نقطة تحول هو في صناعتها.